احنا لو سايب هنا برا كانت عرفت تخلي بالها من حته العيله دي اكتر مني. يا معلم والله العظيم غصب عني، انا دخلت من برا لقيت الواد لسانه مدلدل على البيت وبيهم عليها زي الكلب، جيت امسك فيه حد غفلني واداني على ظهري من ورا، وبعد ما فوقت لقيتهم معلميني في وشي. يا ريت يا اخي كان شايلك في قلبك وكنت خلصت منك. طب ورحمه ابويا معلم لخرطهولك هترجع تلاقيه متشكشك في كل حته في جتته زي ما انخل. ورحمه امك يا تيكا، لو العيال دي ما جاتش هنا في ظرف يومين لمسيك مالطي في الحته واخلي كل اللي ليه عندك حق يا ابني وفي السياح عشان نتفرج كل يوم نتبسط. حاضر يا معلم. خير يا بوبي، كنت عايزني في ايه؟ انا طول عمري عايزك جنبي، بس انا دلوقتي عايزك تقعدي على الكرسي ده. اسمعي الكلام. ايه يا اتش، انت هتقلقني عليك ولا ايه؟ ايه حسيت ان انا هموت؟ بعد الشر مش لازم تقولها على فكره. انا وانت عارفين ان الموت هو نهايه الرحله هناك، ومحدش يقدر يهرب منه، وكل يوم بنعيشه بيقربنا ليه. اسمعي الكلام. يلا. زمان في البلد كان يقولوا اللي ما خلفش ولد مات عشان اسمه هيتنسي. انا ما خلفتش ولد، بس خلفتك انت بميت ولد، وانا عارف انك قد الشيله وان اسمي مش هينتهي بعد ما اموت. سنه الحياه، جيل بيسلم جيل، حمل ظهر بيشيله جيل عننا. أنا عارف إن الشيلة تقيلة عليكي واللعبة كبيرة قوي، لكن أنت قدها. ساعات كتير بنلف حوالين قوانين اللعبة شوية، وساعات بندور على اللي ممكن يساعد عشان نكسب. أنا لازم أكسب وأنت لازم تكسبي من بعدي. مع إني مش فاهمة كل حاجة، بس حضرتك عارف إن أنا مقدرش أقول لا على أي حاجة بتقولها. عارف يا حبيبتي ابوكي، اللي جاي بقى تسمعيه وانت مغمضة ايا كان هو ايه. انا جاهز. مش لاقي عليك البهدلة يا ابن الاصول، بس معلش كل يهون عشان خاطر الظروف. انا مش هينفع اتحرك غير لما اعمل مكالمه تليفون. موضوع المكالمات ده شيء خطر جدا، كل تليفونات ولاد العطار متراقبه، واي غلطه دلوقتي هتبوظ كل حاجه. خد التليفون ده تعمل منه مكالمه واحده بس، بس ما تكونش طويله عشان ما يتحددش مكانها. ما تقوم بقى يا عم، ولا انت مبسوط بالتفخيده دي ولا ايه؟ ما تسكت شويه يا هيرو. انت عامل ايه دلوقتي يا حزوم؟ انت ما تعرفش انا قلقت عليك ازاي لما عرفت اللي حصل لك. بجد؟ قلقتي عليا؟ اه يا ابني، انت حياتك طلعت غريبه قوي، انت طلعت عايش في فيلم اكشن بجد. اقل حاجه عندي. انا ناقص بعزف لوكو وانزل اتنين ليمون وحاجات. غلس قوي، نفسي اعرف احنا مصاحبينه على ايه؟ قولي لنفسك، ما انت اللي جايبه لنا. الموضوع ما طلعش سهل زي ما انا كنت متصور. اتضح ان عبد الله ماضي عقد بيع وشراء مع زين. ايه؟ مستحيل طبعا، ده عقد مزور. انا عمري رفعت قضيه بشكك فيها بصحه التوقيع ده، بس خدي بالك اللي وقف ورا عبد الله ده مش سهل، دماغه كبيره قوي. والشرطه راحت القصر عشان تدور على زكريا، قابلهم هناك عبد الله. وسلمى اخبارها ايه؟ ما نعرفش عنها حاجه لغايه دلوقتي. يعني ايه يا مراد؟ ما تقلقيش اللي ورا عبد الله ده لا يمكن يأذيها، ده كارت مهم بيلعبوا بيه ضدنا. الو الو زكريا، انت فين؟ انا قلقان عليك قوي. انا كويس هايدي، طمنيني عليكي وعلى امي وعلى اخواتي. انا مش كويسه خالص، كل حاجه ملخبطه. انا محتاجه لك قوي. ايوه زكريا، ايوه حبيبي. لا ما تخافش، ما تقلقش، انا معاهم ما تخافش.
اهم حاجه عندي خد بالك من نفسك وحاول تختفي في اي حته وما تظهرش وما تكلمش اي حد. انت لو اتمسكت الدنيا كلها هتبوظ. خلي بالك بس انت يا خالي من اللي عندك. خلي بالك من اهلي. سلام. مع السلامه. لا لا يا جهان ما تقلقيش، زكريا ما يتخافش عليه. يا رب. يلا بينا زكريا عشان الناس مستنيه. يلا يلا بينا. والله ما هسيبك تخرج لوحدك. مش يوم ما تمشي هتمشي وانت زعلان مني. حرام عليك اللي انت بتعمله فيا. خدني معاك على الاقل تتاكد ان انا مش خاينه. ما تسيبنيش يا زكريا، انا ماليش في الدنيا حد غيرك. هتيجي معانا؟ تصدق اتأثرت قوي. هتيجي معانا بس بسرعه. يلا احنا رصدنا مكالمه لزكريا العطار يا فندم، بس للاسف المكالمه ما طولتش فما قدرناش نحدد مكانها فين بالظبط، بس قدرنا نعرف ان المكالمه تمت في منطقه شمال القاهره. كويس قوي. مداخل ومخارج القاهره كلها توصل لها النشره باوصاف زكريا. خلاص التليفون اللي اتكلم منه اتحط تحت المتابعه، تتنشر في منطقه شمال القاهره كلها. تمام يا فندم. الدكتور قال ايه يا امي؟ عايزه اشعه تانيه اخر الاسبوع وبعدها يقرر هيعمل ايه. ان شاء الله خير. خير. قول لي انت كنت فين طول الفتره دي؟ ما تقلقيش يا امي، كنت برتب اوراقي اشوف مين معانا ومين علينا. طبعا انا عارفاك طول عمرك بتحب تحسب خطوتك قبل ما تخطيها، بس على كل حال انا مبسوطه انك هتقعد معانا بقى بعد السفر ما اخدك مننا كل ده. مش هسيبكم يا امي غير لما حقنا يرجع لنا وزكريا اخويا يرجع مكانه واطمن عليكم. فتحي الرايه بيقول لي ان هاشم الذهبي ممكن يساعدني. وماله؟ روح له اتكلم معاه واسمع منه وشوف هيقول لك ايه. يمكن، بس دايما خليك واخد بالك الناس دي تبيع اقرب حد ليها عشان مصلحتها. هخلي بالي. انا هلعب معاهم بنفس طريقتهم. انا عارفه انك بتلعب لعبه دلوقتي عمرك ما حبيتها ولا كنت عايزها، بس استحمل، ده قدرنا وقدرك. ولحد دلوقتي بحاول ان انا اهرب من القدر ده. انا جبت لك الموبايل اهو يا سلمى، بس اوعي تقولي لعبد الله ده ممكن يطخني فيها. ما تخافيش، لو عارف هقوله اللي اخدته من وراكي اه يمكن يقتلني ويخلصني من القرف اللي انا فيه ده. بعد الشر عليك يا سلمى، هسيبك انا عشان عبد الله ما ياخدش باله، وهجيلك كمان شوي اخد الموبايل احسن حد يشوفه معاكي. خلصي بسرعه والنبي. الو يا علي. ايوه يا سلمى، انت زينه؟ عبد الله طرد امي واخواتي من البيت وضرب على حزم نار وخطفني منهم يا علي. عارف يا سلمى، عارف. عارف وسكت؟ ده لما فكرت اكلم مين ما لقيتش غيرك يا علي. ده انا فكرت فيك قبل امي واخواتي. وانا طول عمري في ظهرك يا سلمى، وعمري ما هتخلى عنك. انا جاي حالا على القصر. وانا مستنياك، والنبي يا علي ما تسيبني لوحدي. ما تتاخرش بسرعه بقى. عمري ما هسيبك يا سلمى. الله الله الله. بتكلمني مين يا مخدل انت؟ لفين الموبايل يا بنت؟ هاتي موبايل الحنين عايشة. جبريل امك وانتم الاثنين. بتكلمي مين؟ كنتش بكلم حد. نعم يا اختي؟ ما كنتش بكلم حد. يعني ايه ما بكلميش حد؟ بتكلمي روحك؟ حتى على ودنك ليه؟ ده هي تاخدك. هو ما تستعجليش عليه، زمانه جاي. ردي يا جزمه.